الله عليكي يا بلدنا. طبعا البداية كانت بتغريدة كانت هي الأبرز على تويتر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على حسابه الرسمي، وقال الرئيس: بكل الفخر والاعتزاز أتطلع لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية. إن هذا المشهد المهيب لدليل جديد على عظمة هذا الشعب الحارس على هذه الحضارة والفريدة الممتدة في أعماق التاريخ. وتابع السيد الرئيس: إنني أدعو كل المصريات والمصريين والعالم أجمع لمتابعة هذا الحدث الفريد، مستلهمين روح الأجداد العظام الذين صنعوا الوطن وصنعوا حضارة تفخر بها كل البشرية، لنكمل طريقنا الذي بدأناه، طريق البناء والإنسانية. والحقيقة التغريدة دي كان لها تأثير كبير جدا يليق بعظمة ومكانة الحدث، وحرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن يتابع كل المصريين موكب طبعا الأجداد بناة الحضارة والتاريخ، علشان يكونوا فخورين بانتمائهم ليهم، والأرض مصر مهد الحضارات.